وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي اختصارا لصفة العمر اختصارا، هو أن الإنسان يغتسل في بيته ويحرم من ميقاته إذا كان من أهل المواقيت، أو يحرم من بيته إذا كان دون المواقيت كمن يسكن في جدة مثلا، ويلبس رداء وإزار نظيف ويذهب. وطول الطريق هو في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويقول ربك اللهم أمره. فإن حبسني حابس محل حيث حبسني، ونية محلها القلب. فإذا وصل إلى البيت الحرام فأول ما يبدأ به مو التصوير، أنه يبدأ يصور كل شيء أمامه ويصور نفسه ويأخذ سيلفي. ينبغي ترك مثل هذه الأشياء التي تضر الإنسان وتنقص في قدر حسناته ويدخله فيها الرياء. يبدأ الطبع وهو أن يظهر الكتف الأيمن، ثم يبدأ بمحاذاة الحجر ويرفع يديه وصدره إلى الحجر ويقول بسم الله الله أكبر، ويطوف سبعة أشواط يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. من عند ركن اليمان الحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويرمل في الثلاثة الأشواط الأول الرمل هو فوق المشي وتحت الجري، ثم بقية الأشواط يطوف طوافا عاديا مع التكبير عند كل شوط. وعند الانتهاء من سبعة الأشواط وجهان يكبر ولا ما يكبر عند انتهاء من الطواف تماما، وجهان العلماء منهم من اختار التكبير ومنهم من قال لا التكبير عند بدء كل شوط وقد انتهى أمره. بعد ذلك يغطي الكتفين ويذهب ويصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان، يقرأ في بالفتحة قل هو الكافر، والثاني بالفتحة قل هو الله أحد. ثم بعد ذلك يذهب إلى جبل الصفا ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ولا يطبع، يطبع خلاص إظهار الكتف فقط عند الطواف حول البيت. ويقول: إن الصفا يبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا المروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، وتطوع خير به، الله شاكر عليم. ثم يستقبل البيت. بعض الناس يرفعون الأيادي، ما في رفع أيدي، يعني أقصد يرفعون أيدي كأنهم يحيون البيت، إنما هو رفع أيدي بهيئة الدعاء. ويقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعوه بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يكرر: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يكرر التحميد والتهليل والتكبير مرة ثالثة: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. من غير دعاء فيكون عندنا تسع تحميدات وتسع تكبيرات وست تهليلات ودعاء. ثم ينصب في بطن الوادي ويدعو ما شاء ويهلل ويكبر كما يشاء بدون رفع صوت: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، ولا تدعون سميعا بصيرا. وعند الميلين الأخضرين، عند الأضواء الخضراء، يعدو عدوا شديدا، والنساء لا يجرين، إنما هذا للرجل. بعد ما ينتهي الخط الأخضر الثاني يكمل طاف طاف عادي، يفعل على المروة ما فعل على الصفا من غير ذكر الآية، أعني يهلل يحمد يكبر ويدعو مثل ما فعل على الصفا، لكن لا يذكر الآية. من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا هكذا، يفعل ذلك في كل شوط، أعني التحميد والتكبير والتهليل والدعاء، إلا عند الشوط السابع يخرج من باب المروة ثم يذهب إلى الحلاق ويحلق شعره. وأحذر إخواني من الذين يستخدمون المقصات ويحلقون بها، إنما تفعل ذلك المرأة. أما الرجل يذهب محلقين رؤوسهم مقصرين، يذهب إلى الحلاق فيعم شعره إما حلقا وهو أولى، لأن النبي الله قال: محلقين رؤوسهم مقصرين وذهب بهم، والنبي تعالى: المحلقين ثلاثا والمقصرين دعا لهم مرة واحدة. ثم بعد ذلك يقول: قد انتهى من عمرتي والحمد لله. هذا باختصار في 5 دقائق أحكام وآداب العمرة. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. واحد لا في دعاء اسمه دعاء زمزم، ولا في دعاء اسمه دعاء المقام، ولا شيء. ادعو ما شئت من خير الدين والآخرة. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.